الأولى نحييكم. هذه نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة، وهذه أبرز عناوينها. الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يرسم معالم استراتيجية النهوض للمنظومة التربوية، وتأكيد من جلالة الملك على اعتماد النظام الناجع للتوجيه والتأييد في اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. عملية مرحبا 2018 متواصلة بمختلف المعابر الحدودية، واتخاذ جملة من التدابير لتسهيل إجراءات العبور على مستوى ميناء برنسار بالنادور. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب في ظل اتخاذ تدابير احترازية على مستوى الرصد واليقظة وتعزيز المراقبة الصحية. وبمراكش الحمراء قصر الباهية التاريخي تحفة معمارية تتصدر قائمة المعالم السياحية الأكثر استقطابا للزوار المغاربة والأجانب. أهلا بكم من جديد. الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب رسم معالم استراتيجية النهوض بالتربية والتكوين وتأهيل المنظومة التربوية ببلادنا. جلالة الملك محمد السادس نصره الله دعا في هذا الإطار إلى اعتماد نظام ناجع للتوجيه للتلاميذ، كما دعا جلالة الملك إلى اعتماد برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية. تقرير محمد رتلابيتي. أن نواجه صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات، وأن يفكر كثير من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية في الهجرة إلى الخارج، وأن نطلب من الشباب القيام بأدوارهم دون تمكينهم من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. واقع تناوله الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة. وضع يحيل على الإشكالية المزمنة للملائمة بين التكوين والتشغيل، حيث النتائج المحققة تبقى دون مستوى الطموحات رغم المجهودات المبذولة والأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية المفتوحة. هذا النظام المعمول به اليوم في المغرب لم يعد يسمح لنا أولا بتجسيد مقوماتنا الحضارية المرتبطة بالهوية في تعددها وفي روافدها المختلفة، هذا من جهة. لم يعد يسمح لنا أيضا على مستوى تملك اللغات بالتواصل مع كافة شعوب العالم. ثم أيضا نظامنا التعليمي اليوم يكرس فوارق اجتماعية لا تصلح بطبيعة الحال لمغربي الجميع. إصلاح قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي يجد صدى له في مشروع قانون إطار صدق عليه المجلس الوزاري، يقوم على توفير تعليم جيد أساسه الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويحد من الهدر المدرسي، يؤهل المتعلم، ويقلص من الهوة بين البرامج التعليمية عبر مختلف تخصصاتها ومتطلبات سوق الشغل. نشكر كثير جلالة الملك اللي عمل هاد الالتفاتة بالتأكيد القوي يعني الشامل، هذا إعادة الاعتبار للجامعة العمومية والمدرسة ككل، منظومة كلها ككل. فضروري كل واحد فينا يقوم بالدور دياله، كل واحد فينا مسؤول، الأسرة مسؤولة، التلميذ، الطالب، الأستاذ اللي تعمل برامج، كل واحد فينا ما يهونش وما ينقصش من القيمة دياله بالمساهمة في إنجاح هاد المبادرات هذه. مستقبل الأجيال الصاعدة غدا يمر اليوم عبر إصلاح قطاع التربية والتكوين، إصلاح يتملكه الجميع، هدفه تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية وتوفير أنجع السبل للنهوض بأحوالهم.
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم برباط حرص المغرب على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية كوريا في مختلف المجالات، وذلك خلال استقباله السيد لي جو يونغ نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام. وذكر السيد العثماني بالسياسة الإفريقية التي ينهجها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وباستعداد بلادنا الدائم لبلورة برامج للتعاون الثلاثي مع شركائها الدوليين لفائدة الدول الإفريقية الصديقة. جرى اليوم بعدد من أقاليم عملات المملكة تنصيب العمال الذين عينهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. نتابع حفلة تنصيب عمال عمالة صخيرة تتمرة إقليم قلعة سرغنة، إقليم طرفايا وإقليم خريبكة. محمد الوهيبي. حفل تنصيب السيد يوسف الدريس الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاملا على عمالة الصخيرة تمارة استهل بتلاوة ظاهر التعيين لتتلوه كلمة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي، الذي ذكر بسياق التعيين المرتبط بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة والمستوجب مواكبته عبر تعبئة الكفاءات الوطنية في رقعة جغرافية يصل عدد سكانها أزيد من 570 ألف نسمة، وعبر توظيف أمثل لخصائصها ومواردها انطلاقا من الخطب والتوجيهات الملكية السامية المشكلة لخارطة طريق ومنظومة مرجعية لكل الإجراءات، منوها في نفس الوقت بالجهود التي بذلها العامل السابق للإقليم. وبقلعة سرغنة رأس وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح حفل تنصيب السيد هشام السماحي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاملا على إقليم قلعة سرغنة. الحفل ذكر خلاله السيد عزيز رباح بالتوجيهات الملكية السامية الحاثة على تجديد النموذج التنموي، مستحضرا التحديات التي يواجهها الإقليم، داعيا إلى تضافر جهود الجميع من أجل النهوض بالإقليم ليكون منافسا لباقي الأقاليم. حفل مماثل شهده إقليم الطرفاية إذ ترأس وزير الشباب والرياضة رشيد طالبي العالمي حفل تنصيب السيد محمد حميم الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاملا على إقليم الطرفاية. فبعد تلاوة ظاهر التعيين استعرض وزير الشباب والرياضة السياق العام للتعيين والمندرج في إطار المجهودات التي يجب بذلها لتمكين الإقليم من الكفاءات القادرة على الارتقاء بمستوياته عبر تثمين مقوماته، مذكرا بمحددات تجديد النموذج التنموي وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. خريبكة بدورها شهدت حفلة تنصيب السيد عبد الحميد الشنوري الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاملا على إقليم خريبكة. فبعد تلاوة ظاهر التعيين ذكر السيد الحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالحكام والشؤون العامة بأهمية الثقة المولوية التي حظي بها عامل الإقليم الجديد والمندرج في إطار الاهتمام الكبير والموصول والمستمر لجلالة حفظه الله بهذا الإقليم، داعيا إلى التعبئة الجماعية لكافة الفاعلين حول عدد من القضايا الملحة الآنية والمستقبلية، مستعرضا التوجيهات الملكية السامية الحاثة على تنزيل ورشي اللامركزية ولا تمركز. وبالدار البيضاء تم اليوم تنصيب السيدة لبنى طريشة التي عينها جلالة الملك محمد السادس نصره الله مديرة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. الحفل الذي حضره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكد على الأولويات المتعلقة بتعزيز جاذبية التكوين المهني وتنمية المسالك الواعدة في مجال التشغيل. وفاء اليعقوبي وعبد الرحمن زيان. بعدما حظيت بالثقة الملكية السامية تنصب السيدة لبنى طريشة مديرة عامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، مرحلة دقيقة تستلهم أهدافها الاستراتيجية من التوجيهات الملكية السامية التي دعا فيها جلالته إلى تحقيق الملائمة بين التكوين والتشغيل. هذه مناسبة سانحة بالنسبة لنا لإبراز عدد المشاريع الكبرى التي رسمها صاحب جلالة في خطاب الملكي لـ20 غشت والذي دعانا فيها إلى إقلاع جديد مهم بالنسبة لهذه المنظومة. الآن
المكتب يكون واحد العدد الشباب، لا بد ان نؤهل هذا الشباب لكي نيسر لهم الولوج لسوق الشغل. هذه التعليمات الملكية السامية تحفزنا نحن كفاعلين داخل منظومة التكوين المهني إلى الاندماج في سياسة التغيير والإعلان عن الانتقال إلى منظومة متكاملة وملائمة لمتطلبات سوق الشغل. ونحن من موقعنا نلتزم بالاستماع إلى احتياجات سوق الشغل وعالم الاقتصاد من خلال شركائنا القارين. يسعى الفاعلون داخل منظومة التكوين المهني إلى خلق معاهد جديدة من الجيل الجديد تستجيب إلى متطلبات الفاعلين الاقتصاديين وتساهم في تأهيل الطالب المغربي وتيسير ولوجه إلى سوق الشغل. إلى ديار المهجر تتواصل عملية عودة أفراد جالية المقيمة بالخارج بعد قضاء العطلة الصيفية وعيد الأضحى المبارك بين أحضان الوطن. الأجواء ينقلها لنا ريبورتاج لطيف بن حالمة ورشيد العتابي من ميناء بن نصار بالناطور. مرحلة العودة إلى ديار المهجر انطلقت بالنسبة للعديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. هنا بميناء بن نصار تتخذ كافة الترتيبات لتيسير عملية المغادرة بالنسبة لأفراد الجالية خصوصا من أبناء المنطقة الشرقية يعودون إلى بلدان الاستقبال بعد قضاء عطلتهم الصيفية ومناسبة عيد الأضحى في أجواء عائلية. أول مرة كندوزو العيد بعد مدة طويلة إن شاء الله بعد 27 سنة، والحمد لله كلشي بخير. الحمد لله دوزنا مع العائلة جو عائلي ومشينا شوية تسارينا شوية على برا، الحمد لله كلشي بخير. ما سخيناش نمشيو لهاد فرنسا، بغينا زعما نبقاو هنايا ترسي سبتمبر ولا أكتوبر. مدرسة كان مدرسة البحر مزيان وكل شيء، الهواء مزيان وكل شيء، عيدنا مزيان مع العائلة. أنا تسايد في العالم بالبلاد ما كانش. نستعد للعودة إلى فرنسا قادمين من أجدير بالحسيمة. قضينا عطلتنا الصيفية في أجواء خاصة، التقينا بأفراد الأسرة وكانت أوقات جميلة. مرحلة الذهاب تمر في ظروف جيدة بفضل تجند مختلف العناصر التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن إلى جانب السلطات المحلية وعناصر الأمن والجمارك ومختلف المصالح المتدخلة في عملية العبور. شفنا واحد التغيير زعما صراحة، يعني غير تجي يتكلفوا بك تمشي تطبع كل شيء خاوي، ما بقيناش نشدوا الفيل كما مضاري. شهد من النظر بني نصار عبور أكثر من 20,000 سيارة لحدود الساعة، وحنا تنتوقعوا بان هذه الوتيره يعني غادي تزداد في الايام المقبله ان شاء الله. جميع الاطر الجمركيه مجنده لتمر هذه العمليه في الظروف المعتاده ان شاء الله، والتي تحسن سنه بعد اخرى. عملية مرحبا 2018 التي بدأت في 5 يونيو الماضي ستتواصل إلى غاية 15 من شتنبر المقبل، ويتوقع أن ترتفع وتيرتها خلال الأيام القليلة القادمة سواء بمحطة العبور البحرية أو الجوية. وخلال العام الماضي سجلت عملية مرحبا وصول نحو 2,600,000 من أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن في عطلة الصيف. في أحوال الطقس تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية طقسا حارا غدا الأربعاء بكل من السمارة أوسرد ووادي الدهب، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و45 درجة. كما تتوقع استمرار نزول زخات مطرية محليا قوية إلى حدود منتصف هذه الليلة بكل من إفران خنيفرة الحاجب صفرو ميدلت بولمان بتازة وقرسيف، كذلك بالحسيمة بالنادور دريوش بني ملال، أيضا بأزيلة للحوز خريبقة وتارودانت. وخلال 24 ساعة الماضية شهدت مدينة إفران نزول تساقطات مطرية غزيرة امتدت إلى حدود منتصف الليل أمطار، ورغم أنها فاجأت الزوار لأنها أضفت جمالية خاصة على جوهرة الأطلس. حسن طبعي وأحمد الفضيل. تساقطات مطرية هامة شهدتها بعض مدن المملكة كما هو الشأن هنا بمدينة إفران. تساقطات مطرية أضفت جمالية على سحر مدينة إفران ليلا، مما نال إعجاب السياح وزوار المدينة. جسم جديدة
لان الجديده دابا فصل الصيف كاين الحراره وتفاجات ملي جيت هنا لفران لقيت بان الشتاء يعني كان فصل الشتاء. استغربت لهذا الشتاء في هذا الجو هذا في هذا الوقت هذا ديال الصيف اللي ما مولفاش كطيح الشتاء في شهر 8. وعلى العموم الجو زمين. انا جيت من مدينه الداخله عندنا الحراره بزاف وجيت لمدينه افران باش نتبرد وكنتفاجئ ملي لقيت هذا الجو الزوين بزاف اللي زاد واحد الجماليه لهذه المدينه هذه. على طول السنة تعرف المدينة توافد العديد من الزوار والسياح الأجانب لما تتمتع به من شهرة عالمية. إفران زوين كان بغي نجي ليه ديما أنا والأخ ديالي والعائلة وخاص الناس يجيوا يشوفوا في الصيف. ما توقعناش هذا الشيء يكون في إفران. صراحة هي مدينة جميلة جدا وتستحق يقولوا لها العالم سويسرا العرب. الأمطار لم تمنع الزوار من التجول ليلا والاستمتاع بما تجود به الطبيعة الأخاذة بالمدينة وبمواقعها السياحية. أجواء ليلية أضافت انتعاشا لجو وهدوء جوهرات الأطلس المتوسط. الآن إلى آخر أخبار المال والأعمال ومستجدات الاقتصاد الوطني مع الزميلة سهام بوخليفي. سهام مساء الخير. أهلا بك بريم وبالمشاهدين الكرام. سهام البداية ستكون بمباحثات بين الاتحاد العام مقاولة المغرب وبنك المغرب. بالفعل مريم أجرى وفد عن البنك الدولي بإفريقيا والشرق الأوسط لقاء مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب بالدار البيضاء حيث تمحورت المباحثات حول برامج دعم القطاع الخاص بالمغرب من أجل تحقيق التنمية وخلق فرص للشغل. المتابعة لحسن زكي ومحمد شكير. اللقاء يعد واحدا من مجموعة من اللقاءات التي يقوم بها الوفد البنكي الدولي خلال هذه الأيام ببلادنا مع مجموعة من المسؤولين والمؤسسات العمومية والخاصة في سبيل تدارس برامج البنك الدولي بالمغرب سواء السارية المفعول وكذا البرامج المستقبلية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي بالمغرب. هالبرامج هذه ستكون مؤطرة من خلال إطار تعاون سيدوم 5-6 سنوات وهالإطار هذا سنتفق عليه ونوقع عليه في الأشهر القادمة إن شاء الله. أهم محاور وموضوع الطاقة البشرية موضوع القطاع الخاص اللي هو موضوع هام وهذا هو وجودنا اليوم في الاتحاد العام للمقاولة المغرب. دور القطاع الخاص في السياسات العمومية كان هو ما تناوله ممثلو البنك الدولي مع المسؤولين بالاتحاد العام لمقاولة المغرب خلال هذا اللقاء. قطاع من أهم ما يطلع به تحقيق التنمية وخلق فرص للشغل في مناخ أعمال ملائم. القطاع الخاص في الظرفية الاقتصادية والاجتماعية اللي كتعيشها بلدنا اليوم عنده مسؤولية وعنده التزامات وعنده دور خصو يقوم به إلى جانب طبعا الحكومة إلى جانب كذلك المسؤولين على المستوى المجالي. طموحنا بالطبع هو أن القيمة المضافة اللي يقدمها القطاع الخاص في دينامية التنمية في بلدنا تكون فاعلة وفعالة. قيمة مضافة تفتح أمام الشباب فرص لانخراطه في مجال العمل عبر رفع قدراته على مستوى التكوين وخلق دينامية جديدة للاستثمار لتحقيق تنمية مجالية على مستوى جميع الجهات والأقاليم. محطة تحويل الطاقة عن طريق الضخ بأفرار بإقليم الظلال تلعب أدوارا مهمة إن على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة أو على مستوى الري وتوفير المياه الصالحة للشرب. منشأة نوعية نتعرف عليها ضمن روبورتاج عماد أمسمير وعثمان التازي. تعد محطة تحويل الطاقة عن طريق الضخ بأفرار من بين أهم المنشآت الاستراتيجية بالنسبة للمنظومة الكهربائية ببلادنا. المنشأة تمكن من تخزين الطاقة الوافرة في فترة الفراغ وضخها في الشبكة الوطنية خلال فترة الذروة عن طريق تحويل الطاقة المائية المتدفقة من الحوض العلوي إلى الحوض السفلي إلى طاقة كهربائية تصل إلى 463 ميجاوات. ساعات ذات الطلب المنخفض كنقوم باستغلال الطاقة المتوفرة خلال هذه الساعات لنقوم بضخ المياه من الحوض السفلي إلى الحوض العلوي. وفي ساعات الذروة كنقوم بإنزال هذه المياه من الحوض العلوي إلى الحوض السفلي وفي الطريق كنشغلوا المجموعات ديالنا كعنافات وكنتجول الطاقة الكهربائية اللي كيتم الضخ ديالها في الشبكة الوطنية الكهربائية.
محطة آفولير محطة متكاملة، فبالإضافة إلى إنتاج الطاقة الكهربائية يساهم سد بين الودان والحوضين العلوي والسفلي في سقي آلاف الهكتارات الفلاحية بسهلي تادلا وتساوت. تتكون محطة تحويل طاقة عن طريق الضخ بآفولير من حوضين بطاقة استيعابية تقدر بمليون وثلاثمائة مليون متر مكعب لكل واحد منهما، ومن أربع مجموعات بمعملين بطاقة إجمالية تقدر ب 463 مليون واط. هذه المنشأة النوعية وغيرها من المحطات المزمع إنشاؤها ستساهم بشكل كبير في تنويع إنتاج الطاقات المتجددة ببلادنا، خاصة وأن المغرب يطمح إلى إنتاج 52% من الحاجيات الطاقية اعتمادا على الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. السياحة الإيكولوجية باتت مصدرا لدخل العديد من سكان الواحات بالنظر لقيمتها المضافة على الاقتصاد المحلي. ضيعة إيكولوجية بإقليم ورزازات تشكل نقطة جذب ووجهة سياحية مثلى للمغاربة والأجانب بفضل موقعها الجغرافي المتميز والمناظر الخلابة المحيطة بها. مهدي محب وأمين عموري معهم التفاصيل. معمار وبناء تقليديان حافظا على شكل القصبات التي تميز الجنوب الشرقي للمملكة، هدوء وسكينة وجبال تقف وكأنها تحرس المكان، مؤهلات ومقومات طبيعية دفعت سياح المغاربة وأجانب لاكتشاف سحر الضيعات الإيكولوجية بإقليم ورزازات. قررنا المجيء إلى هذه الضيعة الإيكولوجية لأننا وجدنا الفكرة مشوقة. المكان جميل وهادئ، منظر الحقول والجبال رائع، الجو ليس حارا بفضل الرياح والمسبح. فهي بمثابة متنفس للساكنة ديال ورزازات. الضيعات الإيكولوجية باتت تشكل وجهة سياحية متميزة، فهي فضاءات تستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، كما تشكل متنفسا لسكان المنطقة. احنا اصدقاء البيئة، كنحاولوا نحتفظوا على البيئة، كنستغلوا اكبر ما يمكن الحاجة الطبيعية من منتوجات محلية منتوجة في الضيعة. كنديروا الطواجن ديال الخضرة ديال المواد الطبيعية، ما في مواد كيماوية، كلشي طبيعي ديال هذه الفيرما. إذا كان هناك من يفضل الشواطئ كوجهات مثلى للسياحة في فصل الصيف، فالفضاءات الإيكولوجية لها زوارها المخلصون. وفاؤهم لها ليس من محض الصدفة، وإنما بفضل المواقع الجغرافية التي تميزها والمناظر الخلابة المحيطة بها. واللحظة مشاهدينا نلقي نظرة على أهم تداولات بورصة الدار البيضاء وباقي مؤشرات الأسواق المالية. هذه المؤشرات مشاهدينا ننهي أخبار الاقتصاد. الموعد يتجدد غدا، أما تتمة الرئيسية فمع مريم العفير. شكرا جزيلا لك سهام خليفي.
أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب، وأبرزت أنها اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالمغرب. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم على إثر ظهور بعض حالات الإصابة بداء الكوليرا ببعض دول المنطقة أن المغرب لم يسجل أي حالة وبائية لداء الكوليرا منذ سنة 1997. هذا واتخذت وزارة الصحة مجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية ببلادنا، من بينها تعزيز إجراءات الرصد واليقظة الوبائية وتعزيز المراقبة الصحية على الحدود. ريبورتاج عبد الحميد جبران وأمير الشرقاوي. احتياطات وإجراءات احترازية تتخذها دول المنطقة بسبب تفشي داء الكوليرا في الجزائر وتسجيل حالات وفيات وإصابات بالداء بالمغرب. ووفق تأكيدات وزارة الصحة لم يتم لحد الساعة تسجيل أي حالة إصابة بهذا الداء المعدي الذي يصيب الجهاز الهضمي. المرض ديال الكوليرا ما عندناش في بلادنا، الحمد لله بلادنا قضات على هذا المرض منذ أكثر من 20 سنة، أي تقريبا من 1997 اللي كنا شفنا آخر حالة، ومنذ هذه السنة ما عاودش شفنا هذا المرض. وبالتالي لا الماء ديالنا الروبيني ولا الخضر ديالنا ولا الفواكه ديالنا دلع البطيخ ولا فواكه أخرى الحمد لله سليمة ما فيهاش هذا المرض هذا. ولأن الوضع يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالمملكة، مصالح وزارة الصحة تؤكد اتخاذها لعدة إجراءات. أهم شيء نعز المراقبة واليقظة الوبائية خصوصا في المستعجلات ديال السبيطارات، في السبيطارات ديال الحومة، وكذلك في المصالح ديال الصحية ديال المراقبة الصحية اللي كاينين في نقاط الحدود. الإجراء الثاني تأكدنا بأن المستشفيات ديالنا فيها الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك ديك الأدوات المختبرية اللي يمكن نحتاجوها لا قدر الله لا دخلت شي حالة مشكوك فيها باش نتكفلوا بها في أسرع وقت. إجراء الثالث التحسيس والتوعية. تجدر الإشارة إلى أن داء الكوليرا ينتج عن تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويبقى من الضروري على المواطنين التقيد بقواعد النظافة من خلال الغسل الجيد لليدين وكذا لمختلف المواد الغذائية كالخضر والفواكه، والحرص على شرب مياه نظيفة تجنبا لمختلف أنواع الأمراض والجراثيم التي تستهدف الجهاز الهضمي. الخبر الدولي، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وكد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين العزل. هذا وحذرت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار هذا التصعيد، مشددة على أن عدم توفير الحماية يعتبر تواطؤا دوليا وتخاذلا في تحمل المسؤوليات الأممية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني. دعت روسيا إلى مشاورات عاجلة في مجلس الأمن الدولي اليوم لبحث الأوضاع بمحافظة إدلب شمال سوريا، وذلك تزامنا مع تواصل تعزيز روسيا لوجودها العسكري قبالة سوريا. يأتي ذلك في ظل اتهام موسكو للفصائل المعارضة بالتحضير لعمل وصفته بالاستفزازي. على خلفية أعمال العنف التي شهدتها مدينة كامينتس الألمانية يوم أمس، قال وزير الخارجية الألماني إن التطرف اليميني لا يشكل فقط تهديدا للأفراد المنحدرين من أصول أخرى، بل إنه يهدد أيضا التماسك داخل المجتمع، ودعا بذل كافة الجهود للدفاع عن كرامة الإنسان والديمقراطية والحرية. عبد الله كاراتي. يحاول اليمين المتطرف في ألمانيا استغلال
حادث مقتل ألمانيين طعنا بسكين نهاية الأسبوع الماضي لإثارة الفوضى وتحريض المعاداة الأجانب والمهاجرين، حيث خرجت آلاف من المؤيدين لليمين في مدينة كيمينز في مظاهرات لليوم الثاني على التوالي، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بعبوات حارقة خلال مواجهات بين أنصار اليمين وأنصار اليسار. وإزاء التخوف من لجوء أقلية المتطرفين إلى العنف ضد المسلمين والأجانب واللاجئين، صرح المتحدث باسم المستشارة الألمانية ستيفن زايبرت بأن ألمانيا لن تتسامح أبدا مع مثل هذه التجمعات غير القانونية ومطاردة الأشخاص الذين يبدون مختلفين أو من أصول أخرى ومحاولات نشر الكراهية في الشوارع. من جهتها نددت أنجيلا ميركل بعمليات المطاردة الجماعية التي يقوم بها متعاطفون مع اليمين ضد الأجانب في ألمانيا، وحذرت من أنها لن تسمح بخطف العدالة بأيدي أي جماعة. وفي أعقابها حذر خبير الشؤون الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بورهارد ليشكا من حرب أهلية مصطنعة، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يصطنع ذلك لجذب المتطرفين ونشر الخوف والرعب في نفوس المواطنين. أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك اتفاقا تجاريا يهدف إلى دعم قطاع الصناعات التحويلية، يندرج في إطار إعادة نظر أوسع للاتفاق التجاري لدول أمريكا الشمالية نافتا. المندوب الأمريكي لتجارة كبير المفاوضين الأمريكيين صرح بأن الاتفاق أولي مبدئي يحتاج إلى وضع اللمسة الأخيرة عليه وإدعام قطاع الصناعات التحويلية والمبادلات التي ستعود بالنفع على الطرفين. أعلنت اليابان اليوم أن كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا، وأشارت الورقة البيضاء السنوية لعام 2018 التي تنشرها طوكيو حول سياستها الدفاعية أيضا إلى صعود الصين كقوة عسكرية، وقالت إن بكين تثير مخاوف أمنية قوية في المنطقة وفي المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان. نتابع بأخبارنا الوطنية وتحديدا من دمنات. هناك يوجد منتجع مغارة إيمينيفري التي تعد من أهم الوجهات السياحية لعشاق الطبيعة الجبلية. خضرة المكان وعيون نابعة من قلب جبل الأطلس تغري بالزيارة. ريبورتاج مجيد حلاوي وعمر شليتي. فوق وادي تسليت يوجد منتجع مغارة إيمينيفري بدمنات. برودة الجو هي من يستقطب الزوار من كل مكان الفارين من الحرارة المفرطة. الجو منعش بالأشجار التي تحيط بالمكان، بالمياه المتدفقة من العيون، ومنعش بحرارة اللقاء الأسري. منطقة تعطينا بعد الهدوء وتعطينا فرصة لأبنائنا ولأبناء العائلات الحاضرة الآن من أجل اللعب بشكل وبحرية. احنا جينا من مدينة طنجة لهنايا، نشوف الطبيعة ونشوف المناظر الخلابة، كتعجبنا أكثر يا كنجيو لها ديما كل سنة. خيرات عيد الأضحى لا زالت تزين موائد الأسر، كل الأطباق وهي تلبي كل الأذواق تتعاقب على هذه الموائد، فالجو جميل يفتح الشهية بعد قضاء ساعات من الاستمتاع في ضفاف منتجع مغارة إيمينيفري. كنجيو لهاد المنطقة اللي في إيمينيفري باش أننا نبدلو الجو ديال المدينة، وكنتمتعوا بهاد الطبيعة الخلابة. جينا لهاد المكان باش نبعدوا على الروتين اليومي في المدينة وباش نتنعموا بهاد المنطقة الخلابة. العديد من الزوار يتطلعون إلى العودة مجددا إلى هذا المكان، ويتطلعون في الوقت نفسه عند عودتهم مرة أخرى إلى قيمة مضافة جديدة على مستوى البنيات التحتية ومرافق الاستقبال الضرورية. قصر الباهية معلمة مدينة مراكش الأثرية تستقطب آلاف السياح من داخل المغرب ومن خارجه، وتتربع على قائمة المعالم ذات الأهمية الثقافية والتاريخية بالمدينة. عن الأهمية السياحية لهذه المعلمة يدور ريبورتاج سمية بالعياشي ومحمد حسن مسكور. سياح من ألمانيا، إيطاليا والبرازيل هم ضيوف قصر الباهية لهذا اليوم، يتجولون جماعات ولكل جماعة مرشد يجتهد في التعريف بالمعلمة والإجابة عن استفسارات الزوار.
وصلنا إلى المغرب أمس وكانت وجهتنا منذ مدينة مراكش. ما شد انتباهي هو غناها بالمآثر التاريخية كحدائق المنارة مثلا. والآن نحن هنا في قصر الباهية الذي يتفرد بهندسته المعمارية. ندير لهم واحد جولة سياحية في وسط القصر باش يعرفوا الهندسة المعمارية الإسلامية المغربية. يعني الباهية ماشي غير حيوط، ماشي غير آثار، وثقافة وتقاليد الإسلام وبزاف د الحوايج. قطع الأثاث الأثرية حلقة مفقودة في هذا العقد الفريد من درر المعمار الإسلامي العريق، ملاحظة لا يتردد السياح عن طرحها أمام مرشديهم. المغرب بلد جميل وقصر الباهية رائع، لكن لماذا لا يوجد به أثاث مغربي؟ إنها فعلا معلمة تاريخية مهمة جدا، لكن تمنيت لو كان بداخلها أساس يؤرخ للمرحلة ويعطي فكرة عن الحياة في تلك الحقبة. مي هما حيت بحال قلتي مثلا عندهم مشينا لفرنسا وداك الشيء، مشيتي لشي قصر وداك الشيء، كتلقى مازال واخا ديال 14 سيكل كتلقى مازال فيه الأثاث. هما بغاو يشوفوا بحال هكاك. حنا كنحاولوا بطرقنا إعطاء القصر الباهية كل حق ديالو في إطار الوظيفة اللي كانت يعيشها. الوظيفة الأولى هي ما كان السيد أحمد بن موسى المسمى بيب أحمد، والثانية بعد ما الإدارة الفرنسية والمقيم العام أنه حروا وجعلوا يكون طريق تعيش فيه الإدارة الفرنسية. أما الحالة القديمة تلك نحاول نعيش بها الزبون ونوصلوا له بطريقتنا كيفاش كيعيش هذا القصر هذا عامة. كما أن غياب الأثاث يزيد من ثقل مسؤولية المرشد الذي يصبح مطالبا بتحفيز مخيلة زوار القصر عن طريق التفنن في وصف تفاصيل الحياة الماضية بمختلف مرافقه. الآن إلى تنجداد، حيث نظمت النسخة الثالثة لمهرجان فن باهبي وفولكلور الواحة. المهرجان يهدف إلى إبراز دور المرأة في الحفاظ على هذا الفن كتراث يميز الجنوب الشرقي للمملكة. المزيد مع مهدي محب ومحمد أمين عموري. فن باهبي تراث غني من حيث النبرات الشعرية الأخاذة والصور الجمالية، فن يتناول عبره شاعر الواحة بإقليم الرشيدية تيمات ومواضيع تعبر عن وعي كامل بكل تحديات الحياة. أن تركز على فن فن باهبي من خلال يعني آليات يعني البحث في بوادر التقليد نحو الجديد. الجديد هذا ستبرزه مجموعة من الفرق الموسيقية الغنائية التي حاولت أن تمزج بين ما هو قديم وتعطي له بعدا حداثيا أو بعدا تجديديا. بغينا من هذا سميته من هذا الشعار أننا نحييو الدور ديال المرأة في المجتمع ديال الجنوب الشرقي، ونحييو التراث ديال الفن باهبي أنه يرجع للوجود فضل المساهمة والدعم ديال مجموعة من الشركاء. ولأجل الحفاظ على هذا التراث الفني دأبت جمعية أيت لبزم للتنمية والتضامن على تنظيم مهرجان فن باهبي وفولكلور الواحة، مهرجان يعرف مشاركة عدد من الفرق الغنائية المحلية والوطنية. هذا المهرجان الحيثيات ديالو يعني نحاول ما امكن اننا نجمعوا الفولكلور والتراث ديال المنطقه ونجمعوه في واحد لوحه فنيه نقدموها للجمهور. حنا الساكنه ديال اسري فرحانين بزاف هذا المهرجان. الحمد لله اليوم الاول راه داز واعر، حيت صراحه داز الكرنفال هو هذا، وحنا متشوقين باش اننا نعاودوا نشوفوا الايام الجايين كدايرين. علاقة المرأة بالتراث اللامادي للجنوب الشرقي أي استراتيجية للإحياء، شعار النسخة الثالثة لهذا المهرجان. فبالإضافة إلى فقراته الغنائية سيتم تنظيم ندوة فكرية حول دور المرأة ومكانتها في فن باهبي. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يرسم معالم استراتيجية النهوض بالمنظومة التربوية وتأكيد من جلالة الملك على اعتماد نظام ناجع للتوجيه والتأهيل في اللغات الأجنبية خاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية.
عملية مرحبا 2018 متواصلة بمختلف المعابر الحدودية، واتخاذ جملة من التدابير لتسهيل إجراءات العبور على مستوى ميناء بن نصار بالناظور. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب في ظل اتخاذ تدابير احترازية على مستوى الرصد واليقظة وتعزيز المراقبة الصحية. وبمراكش الحمراء قصر الباهية التاريخي تحفة معمارية تتصدر قائمة المعالم السياحية الأكثر استقطابا للزوار المغاربة والأجانب. طاقم النشر يشكر بقاءكم معنا مشاهدينا، إلى الغد بإذن الله.